تواصل مصر جهودها الهادفه الي دعم الشعب الفلسطيني واعاده التهدئه ووقف التصعيد في قطاع غزه جهود ومساعي تعكس اهميه القضيه الفلسطينيه وتصدرها اولويات الدبلوماسيه المصريه لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف عربيا وإقليميا ودوليا سعت مصر منذ عام 1948 وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية لتكسيف مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات ومع العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 و67 ومواجهة التحديات الماسلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه وبلوره التصورات الكفيله بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والعمل مع الشركاء لاحياء عمليه السلام وفقا للمرجعيات الدوليه المعتمده وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه تزايد الاهتمام المصري بالقضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه المركزيه بالنسبه لمصر فبذلت القاهره العديد من الجهود لوقف اطلاق النار لتجنب المزيد من العنف ولحقن دماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني. الدور المصري القوي ظهر جليا امام العالم بعد نجاحها في وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين في قطاع غزه واسرائيل في عام 2021، فمنذ الرصاصه الاولى في هذا التصعيد لم تتوانى مصر لحظه في دعم الشعب الفلسطيني وانقاذ القطاع من الدمار، فكان قرار وقف اطلاق النار بجهود دبلوماسيه مصريه مكثفه على كافة الأصعدة قبل إعلان مصر عن مبادرة لإعادة إعمار غزة ب 500 مليون دولار بمشاركة من الشركات المصرية وعلى صعيد الموقف من مدينة القدس المحتلة تجدد مصر دوما التأكيد على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع ي يؤثر سلبا على افق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وفي المواجهات الراهنه لم تقف مصر مكتوفه الايدي، حيث تبحث حاليا مع المجتمع الدولي من خلال الاتصالات المكثفه سبل وقف التصعيد الجاري في قطاع غزه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصريه لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الجانبين، وذلك خلال متابعه الرئيس السيسي الموقف العام للاحداث من خلال مركز اداره الازمات الاستراتيجيه وذلك في ضوء تطورات الاوضاع في قطاع غزه